السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مرحبا بكم في حصة ديفان الحماسة من فصل الجامعة الرضوية منزل الإسلام أونلاين فيا أيها الطلبة على عزة اجلسوا في هذه الحصة من عينها بكل ما لكم من الوعي والإصغاء وتخضعوا للمحاضرة بمعاني النظر وحسن الصفاء واجتهدوا في الحصول على العلم فبذلك يزدهر مستقبل الحياه وترافض لكم الامان المتدفقه في قلوبكم وتتيسر لكم الفرح والابتهاج ان شاء الله فيما بعد فتشرفوا هذه الجمله بالقبول كما هو فيكم المامول اولا نقرا العباره فاستمعوا لها وانصتوا ثم نوضح المفردات ونلقي عليكم معاني الابيات بسم الله الرحمن الرحيم وقال اخر فلست بنازل الا المت برحلي او خيالته هل لست بنازل نزل بالمكان معنى واضح الم بالمكان واحتل بالمكان الا المت المت الم يلم الما معناه نزل واتى الم بالمكان اي اتى بالمكان ألمت الضمير عند إلى المحبوبة إلا أن المحبوبة قد أتت في ذلك المكان برحلي الرحل ما هو المكان برحلي بمكاني خيالتها الكذب خيالة ما تمثل لك من صورة في حال اليقظة أو في حال النوم هو الخيالة الكذوب قد وصف الخيالة بالكذب فإن الخيالة تارة تأتي وتارة تذهب فلذلك يقال الخيالة الكذوب فلست بنازل إلا ألمت برحلي أو خيالته الكذوب يقول إني لست بنازل بمكان حينما أنا أنزل وأحتل بمكان فتأتي بذلك المكان محبوبة كلما أنا أحتل وأقيم بالمكان فالمحبوبة هي تأتي في ذلك المكان إن لم تأتي بنفسها فيأتي خيالها الكاذب في اليقظة أو في النوم يقال بالأردية میں کسی جگہ پر نہیں رکتا ہوں نہیں ٹھہرتا ہوں نہیں اترتا ہوں اپنی اونٹنی سے مگر یہ کہ علمت براہلی مگر میری اس جگہ پر محبوبہ آ جاتی ہے اور خیال تو حلقبہ یا محبوبہ نہیں آتی تو اس کا خیال قاذب آ جاتا ہے یعنی میرے ذہن و دماغ میں محبوبہ یا تو گھومتی رہتی ہے یا وہ خود آ جاتی ہے یا خود اس یا اس کا خیال آ جاتا ہے بیداری میں بھی اور سونے کے عالم میں بھی خواب وقد جعلت قلوس ابن سہیل من القوال من القبار مرت قریبو وقد شارت ابن قلوس ابن سہیل قلوس جمعه قلاس وقلاء القلوس حينما بلغت ولد النا بلغ بلد الناقة تي إلى تسعة من عمري فهي قلوس وبعد التسع هي ناقة فهمتم؟ فقلوس اسم للناقة ابن سهيل ابن هو تسنية ابن سهيل اسم للرجل من الأكوار من الأكوار أكوار جمع الكور من هو من الأكبر الأكبر من هو الهودج الرحل فهمتم مرتعها قريب مرتع مكان للرتع أي مكان يسرح فيه الداب للرعي فهمتم قريب فالمعنى وقد جعلت قلوس ابن سهيل أي إن قلوس والناقة ابن سهيل قد صارت من الاكبار مرتعوها قريب اي قد صارت عاجزه عن السير والحال ان مرتعها قريب من اكوارها اي انها قد صارت عاجزه عن السفر بعدما سافرت كان لها برحل القوم ضفه وما ان طبها الا اللغوب وما كأن لها برحل القوم بفا البف هو إنكم تعلمون تارة يموت ولد الجاموس أو ولد البقرة فينسلخ جلده ويملأ فيه الحشيش والكلى فهمتم؟ فيقال هذا الضب يقال بالأردية آپ نے دیکھا ہوگا کہ بھینس یا گائے کا بچہ مگر مر جائے تو وہ دودھ نہیں دیتی ہے پھر تو اس کے لیے لوگ کیا کرتے ہیں اس کے چمڑے کو اتار لیتے ہیں اور اس میں گھاس یا بھوسا وغیرہ بھر کے کھڑا کر دیتے ہیں تیرا بچہ ہے یہ تو وہ اسی پر اسی کی طرف مائل ہوتی رہتی ہے اس کو عربی زبان میں ببو کہتے ہیں وما ان تب ہےغب تب ہے ان میں لوہا و أطبها وما إن داؤها إلا اللغوب، اللغوب معناه العجز والإعياء فالمعنى كأن لها برحل الرحل معناه مكان أي مقام القوم كأن لها برحل القوم ضبا أي إنها لا تسافر ولا تسير إلى المنزل بل هي أي الناقة هي تميل إلى مكان القوم يتخيل أن في ذلك المكان لتلك الناقة بفا لذلك هي تميل إلى ذلك المكان ولا تسافر إلى إلى المتقدم وما إن طبها إلا اللغوب يقول ليس له داء سبل اللغوب وسبل العي والعز فإنها قد صارت عاجزة عن المسافرة لذلك هي لا تسافر بل ہی الى مکان القوم يقال دیا ابن سہیل کے دونوں بیٹوں کی اٹنیاں اس طور سے اتنی آجز ہو گئیں سفر سے کہ وہ رک گئی سفر سے اس حال میں کہ ان کی چراگاہ ان کے کجابوں سے قریب تر تھی تب بھی وہ اپنی چراگاہ کی طرف نہیں جا رہی تھیں بلکہ سفر سے رک رہی تھی آجز ہو گئی چلتے چلتے تھک گئی تھی ایسا لگ رہا تھا جیسے کہ قوم کی رہائش گاہ میں ان کے لیے بھوسا بھرا ہوا بچہ ہو تو وہ قوم کی رہائش گاہ کی طرف بھاگ رہی تھی وما ان تبوہ الغوب اور اس کو, کو کوئی بیماری نہیں تھی سوائے سفر سے آجز ہونے کے یعنی بہت زیادہ سفر کیا تو س... کثرت اسفار کو بتا کر اپنی شجاعت بتا رہا ہے وقال آخر وضرب مولاہ بنو عم اسم اسمه حوشب قال شاعر آخر و کان لہو مولا و کان لہو غلام غلام وار با فلما ضرب ضربوہ وکان اسم ذالک الغلام حوشب فلما ضرب بنو عم للشاعر ذلك الغلام فبعد الضرب قال هذه الأبيات تفجعا وتأسفا يقول إن كنت لا أرمى وترمى كنانتي تصب جانحات النبل كشحي ومنكبي إن كنت لا أرمى أي إن كنت لا, لا أضرب بالسهم وترما كنانتي اي لا يضرب الرماح بنفسي بل يضرب بكنانتي التي يكون تحت الابط كنانه وعاء يوضع فيه الرماح ويعلق على العاتق فهي يكون فهي تكون تحت الابط يقال بالاردية التركش جسمه أنا. جانحات النبل جانحات النبل النبل معناه الرمح جانحات النبل الرماح الحديده المائله كشحي ومنكبي الكش معناه الخاصره الوسط ومنكب المنكب هذا العاتق فالمعنى إن كنت لا أرمى وترمى كنانتي أي لو لا أضرب بالسهم وتضرب كنانتي تحت الإبط فلا جرم ولا محالة أن ذلك أن تلك الرماح تصيب إلى كشحي وإلى منكبي إنكم تعلمون حينما يتفجع جزء فيتفجع يتفجع به کل جسم گدا لکھا یہ کلو اگر میرے تیر نہ مارا جائے اور میرے ترکش کو ترکش کو تیر مارا جائے تو یقیناً وہ مائل ہونے والے تیز تیر میری پیٹھ میری کمر اور میرے بازو ہی پر جا کر لگیں گے میرے کندھے پر جا کر لگیں گے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ مجھے اگرچہ نہیں مارا گیا لیکن میرے غلام کو تو مارا گیا غلام کو مارنا یہ میری بھی بیزتی ہے یہ میرے ہی مجھ ہی کو مارنا ہے یہ بتانا مقصد ہے فین غلام فی نکن تحتا سید فہم تم کما یقون کما بِالْيَدِ کا الغلام هُوَ بالقوبی سید ففی هذا المعنى هو شبه الغلام بالکنانا فقل لبنی عمی فقد ابیهم 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 منو به ریت شدق اشوسا اغلبی فقل لبنی عمی یقول مخاطبا یا ایوہ السائر یا ایوہ الزاہب الى بنی عم کل لهم فقد أبي فقدوا أبيهم أي إنهم قد فقدوا أبيهم ولم يكرموا أبي أجدهم وأبي أباهم لم يكرموا حينما هم ضربوا غلامي منو بهريتي أي إنكم قد ابتليتم برجل هريت برجل مثل الأسد الهريت معناه ریت مانا ہو الاسد اے ان قد ابتلی تم با ان قد قابل تم بے رج مسل اسد الدی ہو و فیت من القبر و فیت من القری ونقن عنق اغلب غلیس فہم تم یو قالبیا کہہ رہا ہے کہ تم میرے چچا زاد بھائیوں کو یہ بات پہنچا دو ان سے کہہ دو تمہارا باپ نہ رہے تم نے اپنے باپ کی توہین کی ہے مار کر منو بحریت اب تمہارا مقابلہ تمہارا سامنا ایسے شخص سے ہوا ہے جو شیر نما ہے بحریت شدق جس کا جبڑا چوڑا ہے اشوس جو نہایت متکبر اور بہت طاقتور ہے اغلب جس کی گردن بہت موٹی ہے ایسے شیر سے تمہارا سامنا ہوا ہے اب قلتم عليا بخير نهي هي افيقوا بني حزم معن معا وارحامنا موصولة لم تقضب. بي. يقول يا بني حزم وهو يخاطب عم بني عمه ويقول يا بني حزم افيقوا ولا تكونوا في غفلة وأهواؤنا معا أمنياتنا وأرجاؤنا مستمعة فنحن من أب واحد ومن جد واحد نحن منسوبون إلى جد واحد فأهواؤنا وأمنياتنا مستمعة وأرحامنا موصولة أرحامنا وقرابتنا موصولة إلى جد واحد وتلك الرح تلك القرابة وتلك الرحم لم تقض بي بعد ولم تقض بي حتى ولم تنقطع حت حتى الآن بعد فعليكم أن تفيقوا ولا تكونوا في غفلة ولا تجتهدوا في انقطاع هذا الرحم والقرابة فهمتم؟ يقال بالأردية كراكي هوش مي بني حزم يقبيلك أنا چچے زادوں کو خطاب کرتے ہوئے کہہ رہا ہے اے بنی حضن تم ہوش میں آ جاؤ ہم سب کی آرزویں خواہشیں یکساں ہیں ساتھ ساتھ ہیں مجتمع ہیں اور ہمارے رشتے رشتے آپس میں جڑے ہوئے ہیں لم تقضبی جو اب تک کٹے نہیں ہیں تو ان رشتوں کا خیال کر لو اور یہ حرکتیں مت کرو مارنے پیٹنے کی کہ جنگ جنگ ابھر جائے جنگ کھڑی ہو جائے ولا تبعثوها بعد شد اقالها زميمة ذكر الغب في المتعقب ولا تبعثوا بعثا يبعث بعثا بعث الشيء أي حرضه واشعله بعث الحرب اشعل نيران الحرب بعد شد اقالها اقال معناه عقل الدابه شده وجعله مشدودا بالرسن فهمتم بالحبل فالعقال هو الحبل يشد به الابل فهمتم فالمعنى ولا تبعثوها لا تحرقوا نار الحرب ولا توقدوا نار الحرب بعد خمودها فهمتم زميمة ذكر العقب الغب معناه النتيجة أي هي أي الحرب هي زميمة مزمومة ذكر الغب أي كل كل ما هو هي تذكر فتذكر نتيجتها مزمومة في المتعقب متعقب المجلس يذكر فيه غب الحرب اور العواقب تم مجلسن تج کرو العواقب ہی المتعقب قالبل بالعردیا دیا کہہ رہا ہے کہ تم جنگ کو اس کے ختم ہونے کے بعد اس کے بند جانے کے بعد وہ بھارو مت اس حال میں کہ وہ جنگ جو ہے وہ اپنے ذکر کے اعتبار سے مضموم ہے جب بھی کوئی اس کا ذکر کرتا ہے کسی مجلس میں اس کا ذکر کیا جاتا ہے تو برائی کے طور پر ہی ذکر کیا جاتا ہے تو اس کا انجام برا ہے اس لیے اس کو ابھارو مت لڑائی مت چھیڑو ہمارے اپنے بیچ میں فَإِن تَبْعَسُوهَا تَبْعَسُوهَا ہے قَبِيحَتَ ذِكْرِ الْغِبِّ لِلْمُتَغَبِّبِ فَإِن تَبْعَسُوهَا ذکر فہم تب ایسو وإنني قد جعلت لكم النصيحة فبعد ذلك أيضا أنتم تبعثوا تلك الحرب وتوقدوا نيرانها وتشعلوا نيرانها فبعد ذلك لو أنتم تبعثوها فتبعثوها مزمومة قبيحة زميمة فإن الحرب هي قبيحة ذكر الغب كل من يتذكر ويذكر أخبار الغيب فهو يذكر هذا تلك الحرب زميمة مقبوحة المتقبب من يذكر غيب الشيء هو المتغبب غيب الشيء أي نتيجة الشيء فمن يذكر نتيجة الشيء وعاقبة الشيء فهو المتقبب قل بل تو اگر تم یہ سمجھانے کے بعد بھی جنگ کو ابھارو گے تو ای تم ایک بری اور زمین بات کو ابھارو گے جو کہ جس کا ذکر نہایت قبی ہے جس کا انجام برا ہے للمتقببی ہر اس شخص کے لیے جو بھی انجام کا ذکر کرتا ہے جو بھی کسی بھی شے کے نتیجے کو بیان کرے اس کے لیے اس کا ذکر کیا ہوگا برا ہوگا اسليه تم इसको उभारो منكم آل حسن بحوشب بحوشب وان كان لي مولى وكنتم بني ابي يقول لو انتم تبعثوا الحرب وتشعلوا نيرانها فانا اخذ بسار حوشب وانا اخذ للمظلوم من الظالم فهمتم فانا ايضا قوي لست بضعيف فأنا بمثابة أن آخذ للمظلوم من الظالم فأنا جعلتكم نكالا لما بعدكم وإن كان لي مولى وكنتم بني أبي أي ولو كان هذا الغلام هو غلام لي فله قرابة وعلاقة لي بالملك وأنتم أنتم بنو جدي فلكم قرابة لي قرا فلکم تعلق لی تعلق القرابہ فہمتم ولیکن لا اوبالی ذالکہ بل انا آخذ للمظلوم من الظالم یقالو بالعردیہ میں تم سے اے آل حض میں تم سے حوشب کا بدلہ ہی لے لوں گا کیونکہ حوشب مظلوم ہے مظلوم کا بدلہ ظالم سے لے کے رہوں گا اگر تم نے جنگ و بہاری تو وَإِنْ كَانَ لِي مَوْلَا وَكُنْتُمْ بَنِي أَبِي اگرچہ وہ میرا غلام ہے اور تم میرے دادا کی اولاد ہو لیکن میں پھر بھی تم سے بدلہ لے کر رہوں گا قد انتہا تہا بھائی للّا ان شاء اللہ کا